السؤال مع في الاخير هذا خفيف ظريف، شحال يصرف تصرف الرئيس في النهار؟ مصروفكم مصروف البيت مليون زوج ثلاثه؟ أنا في الحقيقة المعلمة هي اللي تصرف. المعلمة شحال؟ والله 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 شوف أنا ما قدرش نقول لك أنا قدها يعني هي شوف أنا والله شوف والله ما على بالي واش تصرف. أنا عندي 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 المعلمة عندها وزن كبير في الدار، عندها وزن كبير، هي اللي تقرر في الحوايج الكبيرة هذه تاع المصروف وتاع. أنا شوف أنا يشركوني غير في الحوايج المصرية الكبرى يعني، أما المرأة هي اللي تصرف. وانا عندي كامل الثقه فيها والحمد لله. او دوكا رانا احنا رانا متزوجين من 1986، عندي الله يبارك ثمن وليدات، او عندي الله يبارك دوكا قريب واحد سبع احفاد ولا ديجا فهمت يعني. والحمد لله امورنا تمشي على احسن ما يرام. لان الانسان شوف اكبر 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 قرار يدير الانسان ينجح فيه لما يعرف يختار الزوجه تاعو. الحمد لله بعد كل شيء يمشي لك، كل شيء مش. فلذلك هذه الأمور أنا ما عنديش مشكلة. وإحنا ولك إحنا عائلة غير مبذرة.